الأخ أحمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يجزيك الخير والعام أنت بخير. وأنت طيب. الله يخليك يا شيخ. شيخ، أنا أعلم أن التسويق الشبكي حرام شرعا من أكثر من مصدر يعني، لكن أنا اشتغلت حاليا يعني عرض علي فتوى شرعية من عندنا من الأردن، من الجامعة اللي عندنا، الجامعة الأردنية، أنه في شركة تسويق شبكي فتحت عندنا بالأردن. لكن يعني يعني علة التسويق الشبكي انه هو ببيعك سلعة، مثلا خلينا نحكي سوارة الطاقة، بتكون سوارة خلينا نحكي 10 دنانير، ببيعك اياها ب 500 دينار، ففي غرر في البيع. هسا هي مكملات غذائية بما يناسب السعر، يعني انا مندوب اساسا مندوب ادوية، يعني السعر بسعر السوق، لكن بالاخر اسمه تسويق شبكي. يعني انا صح اني انا ناخذ السعر، يعني خلينا نحكي انه ما في غرر بالبيع، لكن بالاخر انا بدي اجيب ناس، وفي عندي هدف اني اجيب ناس عشان اصير اخذ الكوميشن. يعني هو بيحكوا لك يعني، يعني على قول شاب صاحبي ما دخل، بيحكي لي احمد انت الهدف العضويه ولا هدف السلعه؟ بحكي له هدف العضويه لاني انا هدفي اجيب فلوس. فهم شو بيردوا عليك؟ الشركه اللي انا هاي بحكي لك عنها يا شيخ بحكي لك لا والله العضويه ببلاش، لكن اذا بدك تاخذ الكوميشن تبعتك او النسبه يعني او الفلوس تبعتك يجب ان تشتري منا، تشتري منا السلعه هاي. طبعا هي بقيمه حوالي يعني $1,000، يعني مجموعة سبليمنت، مكملات غذائية زي الكلوروفيل، زي شغلات تنحيف، شغلات للقولون. فشيخ والله توهت، وعاد عن ذلك المشكلة انه رفع الجامعة الأردنية عندنا من أشهر الجامعات، وجابوا مش فتوى باسم الشركة، هي مش فتوى، هو ضبط شرعي، بمعنى إذا حققت الضوابط هاي يعني حتى الشيوخ يعني الله يجزيهم خير ما وقعوا بمعنى فتوى باسمكم، هي ضوابط شرعية إذا حققتوها أنتم طلعتوا من الحرام. على أي حال، المشكلة في ربط التسويق بالشراء، لا تكون مسوقا لنا إلا إذا اشتريته. ثم هذا التسويق يجعلوه في فروع شجرة، زباين تحت هذه وتحت هذه، والبرنامج يضع لك وحلى حسن، وإذا استوى الفرعين تأخذ النسبة كذا. من الذي يخسر في النهاية؟ الذين يدخلون في التسويق ولا يجدون من يسوقون عليه. قاعدة الهرم التحتية آخر طبقة، طبقة خاسرة. فربط التسويق بالشراء مشكلة، وقضية إعطاء المقابل بهذه الطريقة التي فيها استواء طرفي الشجرة وفرعي الشجرة وإلى آخره، وتجد الكلام مفصلا في موقع الإسلام سؤال وجواب. نسأل الله أن يجعل رزقنا ورزقكم حلالاً.